أبتدي في الأول عن العناية بالمساكين، وبعدين هكمل للباقي عن الذين ليس لهم أحد يذكر. المساكين بيمرون في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحقيق قصاد الشرطة، ثم قصاد النيابة، ثم قصاد المحكمة في القضاء. والمرحلة الثانية مرحلة الوجود في السجن. والمرحلة الثالثة بعد إطلاق سراحهم من السجن. والكنيسة عليها أن تعتني بهؤلاء في كل مرحلة من المراحل. ربما في المرحلة الأولى يحتاجون إلى محامي يدافع، وساعات الشخص المعرض للتحقيق وللمحاكمة وللسجن بيكون هو العائل بتاع أسرته، هو الذي يعول الأسرة، وبالشكل ده تبقى الأسرة بدون عائل. فيحتاج الأمر كما نعتني بالسجين نعتني أيضا بأسرته، لأن لو تركت بدون عائل للسجن عائل الأسرة جايز تقع في خطورات متعددة الجوانب، الله يعلم مداها. الشخص اللي معرض للسجن أو في المحاكمة أو غيره، سواء في السجن الاحتياطي على بال ما يحكم عليه أو في السجن بعد الحكم عليه، يحتاج إلى عناية روحية وعناية مادية وعناية قانونية. العناية الروحية الدولة مخصصة للسجون بعض الآباء الكهنة لرعاية هؤلاء السجون، للرعاية الروحية وللوعظ والإرشاد وأخذ الاعترافات وللتناول أيضا، يعني بيقدر كهن يأخذ المناولة والتناول. وعندنا بعض كهنة مسؤولين عن السجن، وإن كان عددهم برضو حاليا لا يكفي، إن شاء الله نبقى نطلب عدد أكبر اللي تحتاج إلى رعاية. لكن برضو الشخص من المساجين يحتاج إلى رفع روحه المعنوية، لأن لا يفتكر أنه مرفوض من المجتمع ومرفوض من الكنيسة أيضا. ويحتاج أيضا أن احنا نبعث له أجبية وإنجيل وبعض كتب روحية، ونحفظ فكره أثناء السجن بطريقة روحية لألا تسوء روحياته إلى وضع أوحش مما دخل. وأحيانا يحتاج إلى ملابس وإلى أدوية وإلى أغذية، وإحنا في كل عيد بنبعث حاجات زي دي، لكن جايز الأمر يحتاج أكثر من مناسبات الأعياد. بس يكون على صلة بالكنيسة باستمرار، وأسرته تكون برضو على صلة بالكنيسة، والكنيسة ترعاه وترعى أسرته أيضا في هذه المحنة التي يمرون فيها. والسيد المسيح أمر بهذا في متى 25، وزي ما قال كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عطشانا فسقيتموني، قال أيضا كنت مسجونا فزرتموني أو فأتيتم إلي. يعني برضو اعتبر أن هذا واجب علينا أن نقوم به. بعد كده إذا خرج السجين من السجن، يبقى من واجب الكنيسة بقدر الإمكان أن تبحث له عن وظيفة،
لأن ساعات لما يخش أي عمل ما يرضوش يقبلوه. في هذه الحالة تنفع المشروعات الخاصة أو المشروعات الصغيرة اللي يمكن الإنسان يقوم بها لوحده، ما دام هيئات رسمية كثيرة ترفضه. برضو جايز يكون المساجين هؤلاء من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، أو تلاقي أن الناس الروحيين يطردوهم أو يحتقروهم أو يتجاهلوهم أو ما ياخدوش بالهم منهم. الأمر ده مش مظبوط. أنا فاكر زمان القصة دي ما أنساهاش أبدا، كان في إنسان متهم في جريمة قتل وحكم عليه بالإعدام، وأبونا مخييل إبراهيم الله ينيح نفسه زاره في السجن وأعده للتوبة وأعده للتناول وأعده للحياة الأبدية، أعده للموت، ونجحت التجربة معه جدا، لدرجة انه لما شعر انه ممكن ربنا يقبله ويتوب ولما يموت هيروح السماء، دخله نوع من السرور الداخلي والابتهاج والثقة والمرح، فكان علاقته بالمساجين وبالضباط علاقة طيبة جدا، ويضحك معاهم ويكلمهم. وفي يوم اعدامه خرج حي الضباط وحي الناس الموجودين، وفي ضابط كان مترقى يسهر من الى خد ثلاث نجوم، فقال له زمان ما كانوش يعرفوا النقيب دي، قال له مبروك يا كابتن، وسلم عليه وانبسط منه وتقبل الموت بسطر رحب، بينما زميل ليه كان بيرتعش، وهو الاثنين خرجوا من الزنازين يتعدموا في يوم واحد. فده كان مبتهج ومبسوط لانه ضامن مستقبله بعد الموت، والتاني كان بيرتعش. وانا شفت صورهم في الجرايد في ذلك الحين. قصة قديمة جدا ترجع إلى ما يقرب من 50 سنة. إعداد السجين للتوبة غير العناية بحياته المادية أمر مهم جدا، مش تبقى الدولة تخلف عنه وكثير من المؤسسات الاقتصادية ترفض أنه يشتغل عندها، والكنيسة نفسها ما يلاقيش عندها صدر حنين امال يعمل ايه، وربما تكون اسرته في نفس الوقت قد صرفت كل ما عندها في القضيه والمحاكمه والحداد دي، واصبحوا لا هم يملكوا شيئا ولا هو. فهؤلاء المساجين من الذين ليس لهم احد يذكرهم. أذكر إلى جوار هؤلاء الأحياء والمدن الجديدة. غالبا دلوقتي في كل مدينة نلاقي امتداد عمراني لحي جديد أو لمدينة جديدة. نفس القاهرة طلع فيها مدن جديدة يسموها مدن، ربما كان أولها مدينة نصر بقت مدينة كذا حي، وفي مدينة الرحاب ومدينة الشروق ومدينة بدر، في حاجات كتير خالص. الاهتمام لهذه الأحياء الجديدة هو اهتمام بالذين ليس لهم أحد يذكرهم. إن إحنا ما اهتمناش بيهم هنلاقي بعض الطوائف جت تعشش عندهم، وممكن شهود يهوى يروحوا وسطيهم، وممكن السبتيين، وممكن طوائف أخرى. فيحتاج الأمر
ان احنا نهتم بالاحياء الجديده والمدن الجديده ولا نتاخر في هذا ابدا. ومش بس كده، ينضم الى هذا الامر القرى، والسيد المسيح كان بيهتم بالقرى، وقيل عنه انه هو كان يطوف المدن والقرى كلها، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، يعني بيقوم وسطيهم بخدمة تعليمية وخدمة اجتماعية أيضا. في كثير من الذين يتقدمون للكهنوت تغريهم الكنائس الكبيرة، وقليل الذين يقبلون الخدمة في القرى. يقول لك هروح قرية بقى كل ما نلت من تعليم وما نلت من خبرة في مدرسة الأحد وكذا وكذا وكذا، ينتهي أمر إلى قرية. طبعا هنا الواحد يفكر في ذاته مش بيفكر في ملكوت الله. ولما أقول القرى ما أقصدش القرى بس في المحافظات، ده القرى حتى في القاهرة، يعني حي حكر عزة في شبرا ده مش قرية، الخصوص وعكراشة دي مش قرى، قرى ولو إنها في القاهرة. فعلينا أن نهتم بهؤلاء جميعا، لأن هؤلاء أيضا هم أولاد لله ونحن مسؤولون عنه. وكذلك القرى غير المخدومة، أنا أذكر بالخير وإحنا خدام في مدارس الأحد، كانت بالذات مدارس أحد الجيزة بتهتم بخدمة القرى، وبيروحوا بلاد كثيرة ويخدموها قرية قرية. ومدارس الأحد بدأت في الأول في المدن الكبيرة، وبعدين ابتدت تروح للمدن الصغيرة وتروح للقرى، لغاية ما انتشرت في كل موضع. لأن القرى دي أيضا والأحياء الفقيرة جدا تنضم تحت عنوان الذين ليس لهم أحد يذكركم. صدقوني إحنا كنا بنشوف حتى في القاهرة نفسها في الناس اللي بيجونا في لجنة البر، تلاقي شقة واحدة فيها أربع أوض، في كل أوضة عيلة من العائلات وجايز مختلفين في الدين والمذهب، ودورة مية واحدة، ولا ندري كيف يمكن أن يعيش هؤلاء. وكان بيحصل إن إحنا نضطر إن إحنا لازم نجيب مساكن لهؤلاء الناس لألا يحصل انحراف خلقي أو انحراف ديني. دول هتقولي في قلب العاصمة، لكن زيهم زي القرى ويمكن أكثر. وأيضا الذين لا مساكن لهم أو المهجرين من الصعيد إلى القاهرة، لقي ناس كتير ما قدروش يعيشوا في الصعيد لأسباب معينة فجم القاهرة وما لقولهمش مساكن. ونحن ملزمون أن نوجد مساكن ليهم، لأن السيد المسيح بيقول في النحية دي أيضا كنت غريبا فآويت. وفي العهد القديم بيقول لا تنس، وفي العهد الجديد لا تنسوا إضافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر. فإضافة الغرباء دي فضيلة من الفضائل، وربما هؤلاء الغرباء يكونون من الذين ليس لهم.
غرباء. مين يذكرهم؟ أنا أذكر بالخير في مسألة إضافة الغرباء كان أبونا أنطونيوس فرج الله ينيح نفسه، كان كاهننا في لندن وقبل كده كان خادم في الأمبروية السنة، وهو كان في لندن كان يخرج يلم الناس اللي مرميين على الرصيف أو في بعض الجناين ويخدهم يبيتهم في بيته لغاية لما يوجد لهم مسكن. فضيلة إضافة الغرباء، وعندنا قصة كثيرة كبيرة من قصص الإنسين عن إضافة الغرباء. الديس يجي على حافة القرية ويشوف الغرباء ويهتم بيهم. هؤلاء الغرباء هم من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، كذلك الذين يسكنون في الحواري والأزقة والدروب. دول عايزين حد يذكرهم، جاي في من ضمن المناطق اللي ما فيش حد بيزورها. يعني الذين يتخصصون في هؤلاء الناس ربنا لن ينسى لهم هذا الأمر. احنا عملنا حاجة زي دي على مستوى واسع، فشفنا الذين ليس لهم أحد يذكرهم في البرازيل وفي بوليفيا وفي المكسيك وفي مجاهل أفريقيا لكي نعتني بهم، وبنعمة ربنا تأسست لهم كنائس وبقالهم كهنة يقبلهم منهم، كانوا من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. وعندنا في مصر في برضه من هذا النوع، ما تفتكرش الذين ليس لهم أحد يذكرهم دول من أفريقيا السوداء أو من أمريكا اللاتينية أو من الهنود الحمر أو من الأبوريجينالز اللي موجودين في أستراليا اللي هم الأصليين. أنا مرة كلفت أحد الآباء الكهنة إنه يهتم بالسود اللي موجودين في أستراليا، وللأسف ما اهتمش. ومرة كلفت واحد من الآباء الكهنة إنه يهتم بالسود اللي في أمريكا، وللأسف ما اهتمش. في ناس بيهتموا بالمدن الكبيرة والكنائس الكبرى والكاتدرائيات واللي والحاجات دي. ضمن الذين ليس لهم أحد يذكر. نقطة ثانية، الاهتمام بالمنسيين في الافتقار. اهتمام بالمنسيين في الافتقار. ساعات الآباء الكهنة بيفتقدوا على قد ما يقدروا، ولكن يبقى البعض أيضا لم يزرهم كاهن واحد في بيوتهم. والبعض كان يجي يقول لنا أنا بقالي 5 سنين مفيش كاهن دخل بيتي، بقالي 10 سنين مفيش أب كاهن دخل بيتي. أو في المهجر واحد يقول لي أبونا يعني كتر خيره ممكن يفتقدنا بالتليفون لكن ما بيخشش بيتنا. المنسيين في الافتقار دول موجودين في كل مكان، وللأسف الشديد نحن قد لا نهتم بالحالة إلا بعد أن تصل إلى أسوأ ظروفها. يعني اهتم بالحالة بعد ما نبص نلاقي وصل إلى قضية طلاق في المحكمة، أو نبتدي نهتم بالحالة بعد ما يقول فلانة راحت في ارتداد أو فلانة في ارتداد. طب وقبل كده كنا فين؟ نعسانين فين؟
كانوا هؤلاء من ضمن الذين ليس لهم أحد يذكره. واتكلم الأب كان يقول لك الله يعلم أنا ده يخبر ونفعل لكن ما بيكفيش. عشان ما بيكفيش دلوقتي بقت عندنا كنائس في القاهرة الكنيسة فيها 8 من الآباء الكهنة وفي كنيسة فيها 6 من الآباء الكهنة وبرضه تبقى الحالة هناك بعض من الذين ليس لهم أحد يذكرهم. الذين ليس لهم أحد يذكرهم تقف أمام رعاتهم عبارة الدستورية التي تقول فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. فليهتم الأسقف بكل أحد ليخلصه. هل عبارة كل أحد هي موجودة في حياتنا الرعوية ولا غير موجودة؟ دول الممسيين في الافتقار. في من ضمن هؤلاء المدمنين. أحيانا يكون المدمنون من الذين ليس لهم أحد يذكره. نشكر ربنا أن احنا عندنا دلوقتي مركز في مركز ماري مرقس في مدينة نصر قسم علاج المدمنين اللي هو قسم الحياة الأرض وليهم مكان للتأهيل في وادي النطرون. أبنية بقت مهمة يعني قايلة للسقوط. نرجو أن ربنا يساعد أن احنا نصلح لهم هذه المباني. بياخدوا علاج طبي لغايه لما تطرد السموم التي في جسمهم ثم بعد ذلك ياخذون فتره في مرحله التاهيل مع الاتصال باقاربهم ايضا لانهم احيانا يكونون من الذين ليس لهم احد يذكرهم. مع المدمنين نذكر أيضا نوع من الذين ليس لهم أحد يذكرهم وهم أصحاب الأمراض المستعصية أو الأمراض المعدية جدا. يعني واحد عنده سل تي بي في الدرجة الثالثة ساعات أي واحد يخاف يقول أروح أزوره أخذ منه عدوى أخرج أنا راخر أبقى من الذين ليس لهم أحد يذكرهم وأروح مستشفى زيه. أو مرضى الجذام عندنا مستعمرة الجذام هنا قريبة برضه منطقة شبيل قناطر وبنبعت لهم ناس ياخدوا بالهم منهم لكن برضه زيارة كل هؤلاء بتكون زيارة موسمية وليست زيارة مستمرة. دول يحتاجون إلى من يهتم بهم. كذلك المشرفين على الموت. واحد يكون معروف طبيا أنه ما فضلوش غير أسبوع أو 3-4 أيام مين اللي بيهتم به؟ الدكتور الأستاذ نبيل صبحي الله يحفظه كان مرة قعد معايا يحكي عن خبرات ناس أجانب في الخارج عن العناية بالمشرفين على الموت إزاي يهتموا بالواحد قبل ما يموت ويعدونه للأبدية من غير ما يحطموه نفسيا. يعني عايز أفهم مش ضروري تقول له تتناول قبل ما تموت تقول له تناول المناولة هيتخذ بها بركة ربما تعمل فيه اللي ربنا يشاء. من ضمن الذين ليس لهم أحد يذكرهم ونشكر ربنا إنه حاليا يوجد لهم من يذكرهم طائفة المعوقين. الوقت احنا عندنا عناية كبيرة
الكنيسة القبطية بالمعوقين، سواء كانوا الصم والبكم اللي رسمنا لهم أباء كهنة ياخدوا اعترافاتهم بالإشارة ويتعاملوا معهم روحيا بالإشارة، أو المكفوفين يعني العميان. ودلوقتي برضو بقت في حاجات كتب بتطبع عليهم بطريقة برايل، ويوجد عناية بالمكفوفين اللي بيروحوا الجامعة، وإذا كان الطالب اللي يروح الجامعة يحتاج لريكوردر عشان مش هيقدر يكتب المحاضرة لكن يلقطها بالريكوردر ويسمعها في البيت، فيبقى تعطى عليه ريكوردر وأشرطة. لكن المكفوفين أيضا يحتاجون أحيانا إلى طريقة مواصلات وإلى مرافق، برضو الحاجات دي عايزة تدبير، ونشكر ربنا في اهتمام بيهم حاليا بعد ما كانوا غير مخدومين أصبحوا مخدومين. الشباب المنحرف برضو من الذين ليس لهم أحد يذكرهم، عايزين حد ياخد باله منهم. السيد المسيح لم يهتم فقط بيوحنا الحبيب وبطرس وبحث عشر، إنما أيضا اهتم بمتى العشار وأخذوا من مكان الجبال وعملوا الرسول، واهتم بزكة رئيس العشارين وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت، واهتم بالطرسوسي شاور الطرسوسي اللي كان بيضطهد الكنيسة ويدوقها المر وجعل الرسول من الرسل، واهتم بمريم المجدلية اللي كان عليها سبعة شياطين. وإحنا عندنا في الكنيسة عينات من النوع ده مفروض نهتم بيها. والسيد المسيح الكلمة اللطيفة في هذا المجال قال إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. شوفوا عبارة ما قد هلك عبارة خطيرة وصعبة، مش جاي يخلص الضالين، يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني الكنيسة لا يصح إطلاقا أن تيأس من أي إنسان مهما انهارت حياته الروحية ووصل إلى درجة ما قد هلك، تهتم بيهم كلهم، مش تقول أنا بحب أقعد مع يوحنا الحبيب. طب ليه ما تقعدش مع زك؟ ليه ما تقعدش مع الطرسوسي؟ ليه ما تقعدش مع المجدلية؟ علينا أن نهتم بهؤلاء ولا ندركهم تحت عنوان الذين ليس لهم أحق أذكرهم، مهما كانت الحالات معقدة برضو إحنا من يأسي من حد. يعني شوفوا أيها الأخوة الأحباء، سهل جدا إنك تزرع في الأرض الجيدة اللي تجيب 30 و60 و100، لكن أفضل من كده وأهم من كده إنك تستصلح الأراضي البور وتحولها إلى أراضي منتجة للزراعة. طب